هذه القناة هي منطلق جديد مهم من ناحية المقاربة البيداغوجية. فالآن كما تعلمون القدرات التكنولوجية في العالم أصبحت متطورة جدا، والوسائل البيداغوجية الكلاسيكية تقريبا عاد لا مكانة لها في الحقيقة في مواكبة العلوم. وبالتالي نظن بأن هذه نقطة مهمة، محطة مهمة في إبلاغ العلم والمعرفة لكل تلاميذ الجزائر والطلبة عبر كل الوطن.